إن كنا مقصرين فيما مضى فاحسن لنا فيما بقى. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد، حلقة جديدة من تفاصيل، مستكملين مع بعض مسيرة الخير على مدار طول الشهر الكريم. نورني في الاستوديو مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. مؤسسه نبض الحياه بقى معانا، ودايما انتم موجودين على مدار ال 30 يوم، ليكوا انجازات ملموسه، عرضنا مشاكل ناس كتير وكان ليكوا ايجابيات في حل ومساعده المشاكل دي وتخليص الناس منها. طيب لو عايز ابدا مع المشاهد كده فضيله الشيخ، في انه عايزاك نتكلم على الشهر الكريم شوية، يعني لما نيجي نسأل عن فضل الإنفاق في الشهر الكريم. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. طبعا أستاذ نهال، الشهر الكريم شهر الخير، شهر البركات، شهر النفحات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ويمكن أفضل شيء الناس بتقدمه في رمضان هو الصدقات والإنفاق في سبيل الله، سواء من إطعام طعام، سواء من مساعدة مساكين، سواء من بناء مساجد، مساهمة في أي عمل من أعمال الخير. لأن القلب الذي يحمله الإنسان الترجمة على إيمانه، أي إنسان يريد أن يترجم عن إيمانه وعن صدق الإيمان لابد أن يجعل هذا العمل الإيمان عمليا. يعني أنا عايز أقول أنا رجل مؤمن يبقى أتصدق. ولذلك أي شيء الإنسان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الدنيا بعد أن يموت لا يتمنى شيء إلا أن يتصدق. لأن الصدقة فضلها عظيم جدا. ويمكن حضرتك لو نرى فضل الصدقات عند الله سبحانه وتعالى وما يعود على الناس من خير، الاحتكاك بالأسر الفقيرة، والاحتكاك بالناس المحتاجين في بناء مساجد، والاحتكاك لأي نوع من أنواع البر والخير اللي فيها إنفاق في سبيل الله، نجد أن هؤلاء الناس لو كان الإنسان ملامسا لهم لأحس بهم إحساسا واقعيا. علشان كده يمكن تذوق فعل الخير وتذوق العطاء وتذوق الإنفاق هو اللي بيتذوق هذا العمل، هو اللي بيداوم عليه. ومن فضل ربنا علينا إن هو ربنا يجعل لنا في شهر رمضان الأعمال مضاعفة، يعني العمل بسبعين. صح. عمل الخير، صلاة وقراءة قرآن وتصدق وزكاة، كله. ما هو حضرتك، ما الصدقة أنا بخرجها في أي وقت. الصدقة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حسب إخلاص الإنسان في إخراجه الزكاة أو إخراجه الصدقة. لكن في شهر رمضان لابد أن تضاعف، تضرب في 70 على طول، يعني 10 في 70 يبقى 700. يبقى إذن الأعمال مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى في رمضان. عشان كده احنا بنتسابق في أفعال الخيرات. ده عايز يساعد عروسة، وده عايز يساعد واحد إطعام، واحد عايز يساعد في بناء مسجد، واحد عايز يساعد في، فكل هذه الأمور لا تكون إلا احنا في شهر رمضان. ليه؟ ما هو ربنا ما فرض علينا الصيام قال لعلكم تتقون، لأن ربنا يعني رجاء أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فإحنا قريبين من ربنا، هو جوعنا، هو علم النفس الأدب بالجوع. فعلشان كده النفس عايزة تعمل أي شيء تتقرب به إلى الله. فأفضل القربات إلى الله هو إيه؟ الإنفاق في سبيل الله. ولذلك جميع أنواع الخير والإنفاق نجدوها في رمضان أفضل من الشهور الأخرى. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاجنا ندعي له خالص، هو خلقنا وهو اللي بعت لنا الشهر الكريم هدية علشان نتقرب ليه. احنا اللي محتاجين ربنا، محتاجينه في دعواتنا، في كروبنا، في مصايبنا، في مرضنا، في البركة اللي بتدخل بيوتنا. فلذلك بعت لنا هدايا على طول السنة، من ضمنها شهر رمضان الكريم. تعالوا نبتدي حلقتنا ونشوف مؤسسة نبض الحياة النهاردة هتعمل خير هنبدأ بيه الأول يا شباب؟ مسجد السلاميه، تعالوا نطلع نشوفه لانه كان اتعرض معانا قبل كده واهل الخير ما سابوهوش ابدا، وراجعين نشوف ده مع بعض.
منكم ان انتوا تساهموا في ادخال البسمه والسرور على وجوه الناس، ولله الحمد لقينا فيه في منافسه، لقينا فيه تسارع في الخيرات، لقينا فيه مسابقه الى عمل الطاعات، وده عهدنا بيكم والحمد لله رب العالمين. حملة بناء المساجد من مؤسسة نبض الحياة كانت موجودة في وقت الحدث بتطمن الأهالي وتناشد أهل الخير وأهل النجدة لأن الوضع أشبه بالكارثة. أهالي القرية دي اتفزعوا بجد، اتفزعوا بجد، مسجدهم الوحيد وقع وانهار. أقسم بالله العلي العظيم أنا عندي طفلة لما كانت تركب فوق السطح وتشوف الجامع تقول لي أبر، دورك بتقول لي أبر وقع. لا إن شاء الله أبر ما وقعش طالما في نبض الحياة. ليه ما نسارعش في عمل الخير؟ ليه ما نسابقش في عمل الطاعات؟ ليه ما نساهمش في ان احنا نحاول ان احنا نكون في عون الناس؟ ومن وسط المحنة بتتولد المنحة على ايد اهل الخير اللي دايما بيقفوا مع الناس وقت الازمة ويفرحوا القلوب المكسورة. والله العظيم والله قالوا وعدوا وصدقوا وجولوا ونفذوا، والصراحة لله هم الوحاد اللي سألوا فينا. المسجد فيه نفحات رمضان، إحساس بخشوع وصلاة وقرآن، مع نبض حياة نبني مساجد ونعمرها لأهل هذه الأمور كلها. الله تبارك وتعالى يفرح بها، يفرح حينما يجد أن المال الرزق الذي تؤتاه أنت تنفقه في سبيل الله. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. لما جينا وشفنا حالة المسجد وعرضناه على حضراتكم قلنا لأهالي البلد هنا إن شاء الله خلال أسبوعين هنشتغل وهنهد المسجد، وقد كمل فعلا. لسه بنقول يا رب بعت لنا اهل الخير علشان نقدر نكمل المسجد ده. الصوره ورايا بالفعل بنهد بعد اسبوعين لما قعدنا الناس هنهد المسجد وهنشتغل فيه. النهارده انا واقف معاكم واحنا بنهده. احنا خلاص بدانا ومش عاوزين نقف. الجامع محتاج 20 طن حديد سعر الطن 10000 جنيه، 100 طن اسمنت سعر الطن 800 جنيه، 60000 طوبه سعر ال 1700 جنيه. ساعدونا ان انا اقف معاكم هنا خلال برضو اسبوعين ونقول لكم الحمد لله بدانا نشتغل في المسجد. النهارده هدينا وعاوزين نكمل مع بعض. ده الخير اللي راهننا عليه، ده الخير اللي احنا عارفين انه في قلوب كل المسلمين سواء في مصر او خارج مصر. مسجد الرحمن في نجاح حمادي فعلا عرضناه قبل كده في حلقات سابقة، ما بعرضش التقرير مرة، لا بتن أعرضه لحد ما أنتهي تماما من العمل فيه. بالفعل عرضناه قبل كده في حلقات سابقة ودلوقتي هو جاهز اللي احنا بإذن الله تعالى بمساعدة أهل الخير والناس اللي ما بتبطلش تعمل خير هي اللي خلت المراحل دي اللي انتوا هتشوفوها معايا النهاردة تبقى موجودة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى كلنا نوفي بوعدنا مع ربنا أولا ومع أنفسنا ثانيا ونساعد الغير. شيخ رضا بعد شيخ محمد بعد إذنك، تنافس الخلفاء الراشدين على الإنفاق في بناء المساجد كانوا بيتنافسوا مع بعض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم. ودايما لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فطبعا في يوم الرسول دعا إلى الصدقة فسيدنا عمر قال اليوم أسبق أبا بكر وجاء بنصف ماله وأودعه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ما أبقيت لأولادك؟ قال له أبقيت لهم النصف الآخر عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماله، فقال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لأولادك؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله عليه أفضل الصلاة يعني والسلام. فقال سيدنا عمر يا أبا بكر أردت أن أسبقك اليوم فلم أسبقك، يعني ما فيش فايدة فيك، يعني ما لا يقدر، ما هو إنسان خلاص. هو دي القصة كلها إيه؟ قصة إيمان بقضية، إيمان أنا بنفق
في سبيل الله، عندي إيمان ولا ما عنديش؟ وده هنشوفه دلوقتي. طب حضرتك يعني الإنسان لابد أن يكون عنده إيمان ويقين أن الله سيعطيه. ويمكن أنا بقول دايما العطاء الله سبحانه وتعالى إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا. الإيجابي أن أنا ألاقي فلوس بصحيح مضاعفة للمال، والسلبي مضاعفة في البركة، في الصحة، في الزوجة، في السعادة، في الأولاد، في كذا في كذا. طب سيدنا عثمان بن عفان بقى اللي كان حكاية في الإنفاق في سبيل الله. أما كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوسع المسجد الحرام، سيدنا عثمان بن عفان طبعا في حد معه فلوس ما حدش معه فلوس، فكانت التوسعة تحتاج إلى 25,000. سيدنا عثمان جاء بالمال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، 25,000. طب هو ده في المسجد الحرام، في المسجد النبوي فقط؟ لا، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يوسع المسجد الحرام وكان بجانبه دار يريد أن يشتريها، فذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى صاحب الدار وعرض عليه أن يشتريها، فقال له حين قال النبي لصاحب الدار تبرع بها، قال له ليس لي غيرها. سيدنا عثمان راح بقى وسومه تبتبعها بكام، إلى أن وصل معه إلى 10,000 درهم. فرضي الرجل فأعطاه سيدنا عثمان 10,000 درهم حتى يأخذ هذه الدار وتكون توسعة توسعة للمسجد الحرام. يبقى إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتركون في توسعة المساجد وفي بناء المساجد، وكانوا بيتسبقوا بدول مين؟ ده الخلفاء الراشدين الأربعة. يعني دول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وطبعا سيدنا علي طبعا. لا ثواني بقى صبرا عليا، تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. احنا واقفين النهارده في مسجد الرحمن في قريه السلاميه تبع مركز نجا حمادي في محافظه قنا، ولكن الوضع اختلف تماما. بدانا نحفر، بدانا نزود القواعد، بدانا نشتغل في المسجد بالفعل بفضل الله وبدعمكم لينا. المسجد فيه نفحات رمضان، احساس بخشوع وصلاه وقران، معنا بحياه نبني مساجد ونعمرها لاهل الايمان. نيابه عن اهل السلاميه اقول شكرا 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 لاهل الخير في كل مكان اينما وجدوا، اقول لهم شكرا وبارك الله فيكم وبارك الله في تبرعاتكم وبارك الله في أموالكم. نشكر نبض الحياة بجميع أفرادها من مديرها إلى عمالها، كما نشكر أهل الخير في كل مكان. أشكر كل الناس وكل من ساهم في 10 جنيه بس، كل من ساهم في 100 جنيه، كل من ساهم في 100,000 جنيه أشكره، وربنا يتقبل منه وتقبل من جميع المسلمين. هم دول أصحاب القلوب الرحيمة، يعمر ويعمر، يعمر بإقامة الصلاة وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ويعمر يجيب قالب يوضعه في المسجد. مسجد الرحمن في قرية السلامية تبع مركز نجا حمادي في ناس من أهل الخير بدأوا وحطوا معنا القواعد. خلي ليك سهم تاني وساهم معانا، لو ما لحقتش القواعد عندك فرصه في الحديد، في السقف، في العمدان، في حيطان المسجد. خليك حريص ان يكون ليك صدقه جاريه هنا. تخيلوا معايا القاعده دي لما هنحطها في الارض دلوقتي هتعيش كام سنه؟ 100 سنه؟ 150 سنه؟ 200 سنه؟ كل ده باجر في ميزان حسناتك. بشكر جمهور تفاصيل، بشكر كل بني آدم خد موقف مع نفسه وقرر يساعد غيره، بشكر كل أب علم ولاده يعملوا خير علشان لما احنا نمشي من الدنيا دي ما يبقاش علينا السلام كده. شكرا شكرا ان انتوا لبيتوا دعوة الناس دي لانه فعلا كانوا محتاجين لكم. نبض الحياة لما بتروح أماكن بعيدة بتروح فعلا لناس محتاجة لها، وده اللي خلاني أشتغل معاهم. فضلت الشيخ قولي فكرة جبر الخواطر دي والسرور اللي في قلوب الناس كلمني عنها بقى. من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الله.
الناس دي حضرتك انا عشت اللي هم عايشينه ده، عشته حقيقة في بناء مسجد، كنت نفسنا كنا عاملينه بالطوب الابيض كده برضه. فاما جه في واحد هيساعدنا بس، يعني مش هيبني لنا المسجد من الاساس، لا هيساعد بس. كانت الفرحه بنقول يا نجيب له طبل بلدي ولا نعمل له ايه، ولا نجيب له ازاي، طب نعمل له عزومه شكلها ايه. الفرحه الاحساس ده ما هيحسوش الا واحد محتاج، ما يحسوش الا انسان كان في نفس الموقف بتاع الناس دي. مسجد انهدم وجع وعايزين يبنوه، او مسجد قديم وعايزين يبنوه، مين اللي الاحساس ده يكون عند مين؟ عند ناس عاشوا نفس الموقف ونفس المأساة ونفس الظروف، لكن ناس ما تعرفش. يبقى لا يمكن، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. يعني فعلا الإنسان اللي هو حس أو عاش الموقف نفسه هو ده اللي بتلاقيه صادق. يعني الناس دي انت لو شفت الفرحة حضرتك اللي في عينيهم والفرحة بوجود نبض الحياة. أنا عايزة أقول لحضرتك كمان أن الناس اللي هناك مش كل الرجال بتبقى، في ناس مسلمين كتير فعلا بفضل الله، لكن أما يبقى قلب رجل متعلق بالمساجد وينادي ويستغيث اللي هو عايز يعمرها، ويجي متبرع برضو قلبه متعلق بالمساجد، ده ليهم جزاء كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ده حضرتك يعني سبحان الله، من الممكن ان يكون فيه مكان فيه واحد غني جدا لكن هو خلاص هي مكفولة، صح، راجل شحيح حتى حضرتك، وسبحان الله ربنا طامس على القلب. لكن اللي ربنا بيدفعه ده، انا بقول لكل انسان متبرع عليه ان يسجد شكرا لله، ان وفقه الله سبحانه وتعالى الى ان يخرج ماله لله، لان هذا هو الذي يبقى له، هو ده اللي هيبقى. لا تقول ده تاني وحضرتك كل انسان ربنا وفقه لأن ينفق أو يتبرع لبيت من بيوت الله أو في وجه من وجوه الخير، عليه أن يقوم لله سبحانه وتعالى ويسجد سجدة شكر لله، يشكر الله أن وفقه أن أخرج المال من جيبه ليكون له في الآخرة. يعني حضرتك يمكن الأسبوع الماضي أنا وحضرتك ذكرت لحضرتك واحد اتبرع ب 25 الأبار لا ده ما طلعش 25، المندوب تاني يوم أما راح له اداله 30. وتخيلي حالة سبحان الله، ومش عايز حد من بيته يعرف، وأخلص النية. أنت حضرتك متخيلة الإخلاص شكله إيه والثقة والعزم. أنا عزيمة، أنا عايز ده يكون لي، أنا عايز ده هو يكون في آخرتي، انا عايز عندها ليا ملكيه ليا يعني. ما هو مراتي هتقول لي ما تطلعش، بنتي او ابني هيقول لي ده احنا عايزينه ونعمله ونعمله، طب احنا الاولى ولا المسجد ده؟ خدت حضرتك؟ يبقى اذا هيحشون عن عمل الخير، في حاجب هيحجبني عن الخير، النفس الاماره بالسوء، الست، الحاجه، الشيطان هيتدخل. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الله عليك. يمكن على مدار اليوم نيجي نفتح التلفزيون برامج التسلية والترفيه، نلاقي مسلسلات كتير جدا، يعني بيدخل في الأمور أمور كده شوية، فكان لازم نبقى موجودين. فما تستغربوش اللي تفاصيل موجود في شهر رمضان الكريم، كان لازم نبقى موجودين علشان نفكر المشاهد ونفكر نفسنا، عشان نعزم مع بعض، السيد المشاهد يعزم وأنا كمان أعزم والشيخ محمد رضا يعزم ونبض الحياة تعزم، كل ده خير كلنا بنشترك فيه. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. الناس هنا بتقول الحمد لله المسجد وقع، ومع كل ابتلاء بيكون في خير، مع كل محنة بيكون في منحة. المنحة النهاردة ان المسجد مساحته تتضاعف، يبقى مساحته في اتنين عشان يستوعب البلد بالكامل. الحمد لله بفضل الله الجامع كان قراطين، دورك بقي ثلاث قراريط ونص، اهل الخير اتبرعونا بقراط ونص، واحد تاني اتبرع لنا بنص قراط، يعني المساحة دولك 500 متر. نحتاج طبعا العمدان، نحن بدأنا بالقواعد الدينة ومحتاجين العمدان، وبعد كده السقف، وبعد السقف طبعا شوية المحارة وشوية البياض والكهرباء والسيراميك، حاجات كثيرة محتاجة، وإن شاء الله ربنا يوفق أهل الخير إن شاء الله. والحمد لله بدأنا في القواعد، ونتمنى من كل مسلم ومن كل آل خير أن يتبرع في هذا المكان خيرا له. الله سبحانه وتعالى
يعني وقع المسجد على بيته سبحانه وتعالى، وبعد ناس الخير كله انه هي تبني بيته. احنا زي ما انتم شايفين الاول المسجد لما تصور كان وضعه ايه، الحين نحن الحمد لله بدأنا الحفر وبدأنا القواعد، وأملنا في الله كبير بإذن الله إنه يقام هذا المسجد أحسن مما كان إن شاء الله. المئذنة بتاعته هتظهر تاني وهنحس زي أيام زمان أيام رمضان لما كنا نطلع المئذنة ونزينوها، هنحس تاني يعني بالأمان إن المئذنة موجودة تاني في البلد، والحمد لله يعني إنكم أنتوا وقفتوا معانا والحمد لله اللي إحنا وصلنا له. يعني تعال بنفسك هات لي حديد، هات رمل، هات زلط، هات اسمنت، احنا بنرحب بكل التبرعات العينيه، او اتصلوا بينا مندوبنا يجي لكم لحد البيت ونوصل تبرعاتكم هنا في قريه السلاميه تبع مركز نجع حمادي محافظه قنا، حديد او رمل او زلط او اسمنت، هنبني مسجد ويكون صدقه جاريه لينا كلنا ان شاء الله. هقولها وهقولها وهفضل اقولها، فيش احلى من سرور ندخله على ناس كانت محتاجه فعلا، يعني ده بالدنيا وما فيها، ده اللي هينفعنا لما بنرحل من على الدنيا. حضرتك كنت بتقولي انا معلم احفادي ومربيهم ان هم كل جمعه بييجوا يزوروا حضرتك 9 احفاد. الشيخ محمد كل طفل ياخد حاجه هو بيجامله بيها كجد ليه ويروح ينفقها بقى يتصدق بيها، واحد يحطها في حصاله الجامع، واحد يحطها يديها لواحد غلبان، ده اللي بنربي لي ولادنا، دي القيم اللي المجتمع هيكمل بيها. في كلمه الامهات بتقولها دايما لاولادهم، خد سندوتشاتك وما تديش لحد حاجه، اوعى حد ياخدها منك. ماشي بس مش قوي كده، مش قوي كده، لما يجي زميله ياخد منه عادي، ياكلوا مع بعض، صلحوا الكلمه، ياكلوا مع بعض، اشتروا الحاجة حد ما كفاش خد من زميله بسكوتة ولا حاجة مع بعض، ده مهم قوي يا جماعة، لأن في مصطلحات بدأت تسود في المجتمع مش شبهنا. يعني 2020 طلع لنا بمصطلح التنمر، أنا ما كنتش أعرفه أيام ما كنت في المدرسة، كان اللي معاه فعلا بيدي معاهوش فعلا. إحنا الجيل ده حضرتك كنت عايز تتكلم عن سيدنا علي ابن أبي طالب. في السباق بقى في الانفاق فاستبقوا الخيرات. والانفاق اللي هو جدي سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، في يوم سيدنا الحسن او سيدنا الحسين قال له والده، جاله سائل فقال له اذهب الى امك واتني منها بدرهم، فراح يجيب منها درهم، فقالت له ليس هنا الا 6 دراهم لشراء الدقيق، 6 دراهم. فسيدنا علي رد ابنه يقول له 6 دراهم، انا قلت هات در، هات الست اللي هنشتروا بهم الدقيق، واعطاهم للسائل. طبعا احنا لو حد فينا بقى الآن اللي هناكله بيه، ايوه اللي هو الحد اللي بثمن الدقيق، يعني كلام صعب ان اشد الحاجه ليه. وسيدنا علي قال لها لا يكون الإيمان كاملا إلا إذا كان الإنسان بما في يد الله أوثق مما في يده. الله، يكون اللي في إيد ربنا أوثق به من اللي في إيده. وأخرج 6 دراهم، خلاص اداهم للسائل. وإذا برجل يقول له يا إمام ألك في شراء هذه الناقة؟ مع ناقة. قال له ليس معي ثمنها. بكم تبيعها؟ قال له ب140 درهم. قال له أنا ما معيش. قال له خذها نسيئة، يعني بالأجل. فأخذها سيدنا علي خطوة ولقى واحد بيقول له ألك في بيع هذه الناقة؟ قال اشتري. فقال له أشتريها ب200 درهم. يا الله، ب200. فباع سيدنا علي للرجل ب200 وسدد. يبقى 200 من 140 من 200 يبقى 60 درهم. هو مطلع كام؟ في خطوتين، ستة في 10 ب60. يقوم سيدنا علي يرجع إلى السيدة فاطمة ويضع في هجرها الدراهم ويقول هكذا التجارة مع الله. فذهب قالت لن نأكل منها حتى نسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جدتها. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من المشتري ومن البائع؟ قال له لا.
قال له إن البائع المشتري جبريل والبائع ميكائيل. يعني ربنا جعل الملائكة تبيع وتشتري لسيدنا علي عشان مصداقية، فكان كان واثق بأن الله سيعطيه سبحانه وتعالى. يبقى احنا بينقصنا اليقين الإيمان. أنا أدي اللي في جيبي، يعني أنا بيذكر لي أحد، يعني دي قصة موجودة، بيقول لي والله أنا كنت متعود في واحد بيجي لي ساعة ما يجي عايز أديله لازم أديله حاجة، يعني ما بيجيش كان محتاج، بيقول لي كان في جيبي 100 جنيه، فقلت إيه أنا أديله 50 وخلي لي 50. وبعدين قلت إيه طب ما أنا بحقبض بكرة، أبديله بكرة الـ50 ولا أديله 100؟ خدت بال حضرتك؟ بيقول لي بأقسم لي بالله إن أنا بعد ما رحت أجيب الفلوس من جيبي ما لقيت الفلوس. يا الله. اه اصل هو عنده، هو متعود على شيء لازم يبقى فيه ايمان. مش انا بقول لحضرتك الفرق بينه وبين الصحابه ايه؟ انا عندي ايمان ولا ما عنديش؟ هم كان عندهم ايمان، خلاص انا احط مالي كله ربنا لاولادي، احط نص مالي ربنا هيديني، ادفع اجيب ثمن الدقيق ربنا هيعود عليا هيديني يجيب لي الملائكه التاجر معايا. طيب هنتكلم مثلا على نوع معين من الساده المشاهدين، كان ليهم اب او ام كان يعني ايه ما بينفقش كتير في سبيل الله، يعني كانت ايده شحلها شويه، ورحل الاب او الام، لو ازاي يتصدقوا عليهم؟ اولا من البر ان يتصدق الولد عن ابيه، لان في بعض من البر. اه طبعا، يعني الابن بياخد حسنه، حسنات الله، بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. اتفضل. اللي انا هعمله، انت حضرتك يمكن بس ده في، يعني رجل اعتاد ان يقيم برادات مياه، ابنه اتعلم منه ياخد مصروفه ويعينه وبيعمله عن مين بقى؟ عن ابيه وعن امه، بيعمل لابوه ولامه. ابنه بدا يحوش من المصروف بتاعه وبعدين عمل على الشارع بتاعهم براده وعملها باسم ابوه، فجاء من الناس بيسالوا بيقول لهم انا ما عملتش دي، فقالوا له ما هو ابنك محمد اللي عملها. ليه محمد عمل دي ليه؟ لان هو بيعمل لابوه وامه، فلابد ان وفي حياته ده شافها في حياته. ما بالنا اذا ذهب الاب او ذهبت الام ولم يكن يعلم او يدرك، مش هنقوله شحيح، مش هنقوله شحيح، هنقوله ان هو ما كانش عنده درايه، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ان شاء الله. ان شاء الله. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي، انتظروني بكره في نفس الميعاد، فرحة جديدة وخير جديد ندخل بيه، نكفر بيه عن سيئاتنا، نفرح بيه ناس حوالينا، لأن الحياة دي مش قايمة غير على شوية إيمان والمساعدات وإنسانيات. كانت معكم نهال طايل في نهاية في أمان الله.